خليك في الصورة مع سهى الوعل. أهلا وسهلا فيكم معنا، يسعد مساقكم. حلقة اليوم استثنائية من خليك في الصورة، أي رافقني فيها المخرج الجميل مشاري الحربي اللي وحشنا من زمان ما أخرج معنا في هذا الوقت يعني في المساء. فمشاري منور الحلقة، أول واحد منور الحلقة يعني. وكمان أحيي مجموعة من الشباب عندنا هنا، هم طبعا مجموعة منضمين لبرنامج تدريب عندنا بإذاعة ألف ألف. اليوم أنا طلبت منهم يشاركوني إعداد هذه الحلقة الاستثنائية، وفي مجموعة منهم منورتنا اليوم، فأوجه لهم تحية مرة كبيرة. وطبعا أكثر أحد منورنا كلنا وعزمناه هذه العزومة الحلوة عشان نستمتع برفقته اليوم، ولأول مرة الجميل الممثل الواعد، ما أعرف إذا شفت اليوم كتبوا عنك إنك أنت نجم شباك التذاكر القادم كذا. نقول يا رب يا رب. طيب أنا معايا طبعا نجم وبطل فيلم الهامور الفنان فهد القحطاني. فهد أهلا وسهلا فيك. أهلين أهلين أستاذ سهى، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أول شيء ألف مبروك إنك أنت قاعد تعيش كل هذه النجاحات، والحمد لله على السلامة. دوبك جاي من الرياض، كان فيلمكم مرشح لجائزة أفضل فيلم. أي صح، في جاي أول. نعم صح، والله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة، صراحة أنا مبسط في يعني بدعوة الأمانة. تعرف إنه الشباب اختاروك، يعني الشباب كانوا يتمنوا إن أنت تكون بطل هذه الحلقة. لي الشرف. ولما قلنا مين الضيف كنا حابين إنه نعيش تجربة إنه الضيف يكون معنا لايف في الاستوديو، فعلى طول اختاروك. على راسي. وإن شاء الله أن يكون عند حسن الظن، نقول يا رب. أكيد، شوف كيف مبسوطين فيك مرة. الله يعطيهم العافية، شكرا. الله يعافيك. اليوم إن شاء الله بحلقتنا نبغاها تكون حلقة نتعرف فيها عليك أكثر، ونشوفك لأنه أنت اليوم نجم شباك من جد، يعني نحن مو قاعدين يعني نبالغ لما نقول فهد نجم شباك. حتى لما نجي نقول في جيل جديد من نجوم الشباك نقول إبراهيم الحجاج، عبد العزيز الشهري، براء عالم، وبعدين نقول فهد القحطاني من ضمن هذه المجموعة، ومحمد الدوخي وأبطال كثير وفيصل الدوخي وكذا. فحلو أنك تكون من ضمن هذه المجموعة، وإنت لسه دوبك فيلم واحد ودوبك في بداية تجربتك أصلا، عمرك الفني سنتين يمكن بس، صح؟ تقريبا سنتين. فالحمد لله يعني، وهذا كله بفضل الله ثم فضل الأستاذ عبد الله القرشي المخرج العمل، حطني في موقع شكرا له. فنحن اليوم لما نبغى نحكي معك نبغى نشوف فهد القحطاني هذا مين، ايش قصته، جاي من اي خلفيه، تجربه الهامور بالنسبه له كانت وليده الصدفه ولا تجربه مخطط ليها، الدور هذا سويته باتقان هل لانه مخرج شاطر ولا انت فعلا موهوب، كل دي الاشياء حنسالك عنها. نقول بسم الله. نبدأ من وين؟ من هو فهد؟ لا بدنا نريحك شوي، نطلع فاصل بس حبينا نحييك. الله يديك يا رب، الله يديك. وحنروح فاصل تمهيدا لأسئلتنا اليوم، الشباب شاركوني كمان في الإعداد شوية، حبدأ أطرح عليك أسئلتهم كمان، بس نطلع فاصل سريع، خليكم معنا على السمع. ضيفنا اليوم بطل فيلم الهامور النجم فهد القحطاني، نروح فاصل سريع ونرجع. خليك في الصورة مع سهى الوعل. أهلا وسهلا فيكم من جديد بحلقتنا الاستثنائية والخاصة اليوم مع بطل فيلم الهامور حاعين النجم فهد القحطاني. فهد أهلا وسهلا فيك. يا هلا بك. أنا لو تلاحظ مو دائما أقول عن أي فنان نجم، حتى أحيانا فنانين كبار وخبرة ما أقول نجم، بس لما يكون شاب وطالع بقوة وعمل مفاجأة أو صدمة للجمهور أشوفه نجم، لأنه مرة لمع يعني فجأة، فأشوف يستحق هذه الكلمة، فبرافو عليك. شكرا لك، أمانة ما أدري شو أرد عليك، بس شكرا حقيقي شكرا. قول أنت كمان لمعتي كمذيعة، وأنت كمان قلت زي كذا. أيوة أنت أفضل مذيع أمانة، وخالك الأوسكار. ولما أيوه ولما شفتك في الأيام. لا والله شكرا لك، وكلامك ذا وسام على صدري يعني. الله يخليك. يطلع من شخص مختص في المجال وله نظرة وأثق فيه. تستاهل. أثق فيك يعني أستاذ سهى، أكيد يعني لذا الشيء كثير صراحة. الله يخليك، ولا تستاهل. قل لي التجربة اليوم هذه مرة كبيرة على شخص، احنا قلنا عمره الفني سنتين تقريبا، سو مرة تجربة كبيرة مع النجاح، المقالات النقدية، المراجعات الحلوة الإيجابية، خلينا احنا اكيد حناخد البارتي للناس، بعض الناس برضو انتقدت، بس خلينا ناخد لانه الاكبر كان الانتقادات الإيجابية والمراجعات الحلوة لنجم جديد، لسه فنان جديد دوبه على الساحة ما عنده اي تجارب، وليد التجربة هذه، فكيف يكون الموضوع بالنسبة لك؟ هل في صدمة نجاح، صدمة شهرة، ما أعرف؟ شوف الشهرة ما حصلت، هذيك الشهرة اللي تطلق عليها الشهرة، بس في وسط، في الوسط ما هي صدمة قد ما هو إيش فيه، إيش اللي صاير،
إيش هذا؟ إيش هذا؟ أنا فين؟ أنا إيش اللي يا أخوان يا إيش اللي حاصل؟ لكني مبسوط وهذا يعني شيء كويس ومبسوط من الأشخاص خصمهم في المجال في الشارع كبار سن يجي يوقف ولا هو يناقشك في الفيلم وأنا بالنسبة لي التأثير هو النجاح. أي ما مو قاعد يناقشك في الفيلم قاعد يقول لك أنا حبيتك عجبتني برافو عليك يناقشك في الفيلم وحتى في القصة ويتكلم معك فأنا أشوف إن ذا هو النجاح التأثير في الشارع. تذكر لما تقابلنا محمد البكيري مرة وقام قال لك طبعا محمد البكيري الإعلامي الكبير نوجه له تحية قام قال لك إنه أنا أبغاك تجيب لي يعني هو شافك وعرفك على طول وقام قال لك أبغى بوستر بتوقيعك من الفيلم وأنت كنت يعني مو مصدق وأنا قاعد أقول واو أنت بتخيل مين اللي بيطلبك البوستر ويقول لك أنا رحت شفت الفيلم وأنا من أكبر المعجبين فيك وكذا فزي كذا مثلا اللحظات إيش تغير فيك؟ تخوف تخوف لأن الأشخاص اللي بالعمر أستاذ محمد البكيري طبعا مو بشايب بس إنه رجل الصال وجال في الدنيا أي. فرجل زي ذا يثني عليك تصير تخاف تخطي أحسها مسؤولية ما تبي تخيب ظن أحد فيك فهمت علي أيوة. وأشخاص العمر هذا بالتحديد ترى مو بسهل أنك تقنعه طب هل يتغير اللي حولك يعني لأنه نحن مو قاعدين نتكلم عن تدرج في النجاح إنما أنت عملت بطولة من البداية فأكيد اللي حولك ما رح يستوعبوا هذا الموضوع وأنا جربت هذا الشيء مع فنانين ثانيين يعني كنت أعرف فنانين شباب ببداياتي لما كنت في بداية الصحافة وحتى مع الوقت بعدين كثير ترى أنا شاركتهم بداياتهم يعني كنت مثلا التقيت فيهم هم لسه بيمهدوا لعمل وبعدين ينزل العمل بعدين يضرب ضربة قوية وفجأة يلاقي نفسه مرة أمل وضارب والناس كلها تتكلم عنه فكنت أشوف إيش اللي يصير معاهم أو مع اللي حولهم ودائما صار عندي فضول إنه أعرف إنه كل واحد كيف أتلقوا اللي حوله هذا النجاح هذا هذه القفزة اللي صارت في حياته صار نوعين أنا اللي مرت فيهم نوعين في اللي يبدأ يخاف عليك أنت يحصل لك أي شيء لأنه بالنسبة له هذا طريق مجهول ما يدري إيش خاتمتها وفيه اللي يفرح لك فهذا الأكثر شيء اللي أنا لاحظته سواء داخل المجال أو اللي داخل المجال هم أخويا أصلا الأستاذ عبدالله القرشي مخرج العمل خالد ديسلم علي الشريف ذول أخويا من قبل اللي أمثل ففرحانين لي داعمين وعسى الله يوفق طبعا هم صاروا أصدقائك خلال تجربة التصوير كلها قبل عبد الله القرشي التحضير للفيلم كنت أعرفه معرفة سطحية ما هي بسطحية قد تقابلت أنا وياه لكن دخلت في الرجال ودخلت بيته يعني بدينا في العمل وكانت من أجمل الفرص يعني صراحة انبسطت معرفته ومعرفته فخر بغض النظر أنه مخرج أبوه جاب رجال لا هو رائع تذكر أنا مرة حكيت لك موقف هو سواه معايا وتذكر وقلت لي أنا جسمي قشعر ما هو غريبة من الموقف الإنساني اللي سواه هو إنسان جميل لأنه رجل وأنا حبيت طريقة أنا رجال تربيت وترعرعت على يد عسكري والدي الله يرحمه يا رب عبدالله القرشي فيه من الصفات هذه رجل عسكري واضح ومقدام فهذا اللي خلاني أنتبه للرجال وأحبه وكنت سعيد أني معه وفقت أني عملت معه ولو بقصور في الباقيين ترى الباقيين مبدعين ورجال ونعم وما فيهم شيء لكن ممكن الصدفة باقي ما جمعتني معه مرة كمان في مؤتمر النقد السينمائي بجدة برمضان كمان أتذكر لما أجيت سلم على رئيسة الأفلام الأستاذ عبد الله العياف فقام قال لك فهد كيفك إيش أخبارك وكان عارفك ومرة مبسوط إنه شافك فبرضو لما تشوف شخص مسؤول وهو قاعد يلتقي طوال الوقت في مواهب زيك بس أنت لفت نظر وقاعد يعني يرحبك بهذه الحفاوة برضو شيء أكيد الشيء جدا كذا اللي رجل يعني الله يمسي بالخير أبو ناصر رجل بمكانته وبعمره والمنصب اللي فيه يعطيك من وقته ويثني عليك ويناقش شيء يعني الحمد لله أنا ما أقدر أقول له الحمد لله وشكرا حقيقة شكرا وعلى فكرة عاجبني فيلم الهامور أنه قاعد يلامس الجميع أيوة المسؤول والشخص اللي مثلي البسيط الكل دخل الكل والكل يعني مسؤولين تواصلوا معي يثنون على العمل وناس مثلي من ربعي من أخوياي يثنون على العمل فأنا بالنسبة لي هذا
نجاح ساحق بالنسبة لفهد. طبعا طبعا صح. طيب نحن كمان حنطلع فاصل جديد ونرجع، بس خليني قبل ما نروح الفاصل، بما انه تكلمنا عن انت قلت الناس كانوا نوعين، ناس حبت، ناس خافت عليك وناس حبت، هل كان في ناس تغيرت معاك؟ حسيت استشعرت غيرة، استشعرت انه ناس ما عاد. شوفي كغيرة متى بتحصل؟ من أشخاص معك في نفس المجال. أنا علاقتي في المجال جدا محصورة، يعني قلت لك هو عبدالله القرشي، أيوه. عبدالله القرشي، خالد يسلم، علي الشريف، ذولا بيعطي من دمه ويعطيك عشان أيوه. تنجح أمانة. ما حصل، ما شفت علاقتي زملاء ولي الشرف فيهم، بس ما مو باللي إنه لسه نحن دخلنا في بعض، ما دخلنا في بعض، يعني ما عبد الله اللي قلت لك عليهم، عبد الله وخالد وعلي، قلطت في مجالسهم جوني في مجالسي، فعرفت يعني ايوه الله يخليكم لبعض يا رب، وان شاء الله لسه مكملين مع بعضكم نجاحات كبيره وكثير يا رب، ولسه رحله الهامور ما وقفت، الهامور لا زال عنده كمان اشياء كثير، نجاحات كثير. حنطلع فاصل، لازلنا مع ضيفنا بحلقتنا الاستثنائيه والخاصه جدا من خليك في الصوره، بطل فيلم الهامور حاعين فهد القحطاني. نروح فاصل سريع ونرجع. بسم الله. خليك في الصورة مع سهى الوعل، ومكملين مع ضيفنا بحلقتنا الاستثنائية والخاصة جدا من خليك في الصورة، طبعا اللي منورها بطل فيلم الهامور الفنان فهد القحطاني. فهد، تكلمنا عن التجربة هذه، وتكلمنا عن الناس حولك، تكلمنا عن انت كيف تلقيت هذا النجاح كأول تجربة، وانت لسه يعني تعتبر انه عمرك الفني مرة لسه يعني قصير، بس اكيد في اشياء ثانية غير النجاح كانت اللي هي الانتقادات. ايوة، وكتجربة اولى بالنسبة لك، ما انت اكيد ما انت محتك في الوسط، وما انت عارف كيف المعتاد انهم يتعاملوا مع الانتقادات، ولا تعرف اصلا اكيد ما عندك يعني احد بيوجهك، انه ما اعتقد لسه عندك إدارة عمل مثلا خاصة فيك، عندها خبرة ولا كذا، انه فكيف تعاملت مع الموضوع؟ كيف كنت اصلا تتلقاها سابقا؟ شوفي من البداية بالمنطق الواحد يتعامل مع الاشياء بكيف هو تربى اصلا. طبعا انا ضد اي شيء انت تسويه يضايق الجمهور. انت مقدم عمل تبرير للجمهور، فانا ضد الفكرة من اساس ان اي شيء يزعل. الاشخاص اللي بينتقدون حق، ولا حد يقول له شيء، فيلمك مخيس، إيه نعم مخيس، أنا آسف، أبشر بالعوض، فيلمك مدري وشو، أبشر، أنا آسف وأبشر بالعوض، لأن العمل ذا هو معمول له. عرفتي؟ بس إنه ما هو موجود مثلا، نقول ما عندنا حنا هذا، ما يمثلنا حنا، إن شاء الله ما يمثلنا إلا كل علم طيب، لكن في عندنا إشكاليات. أنت لو الآن تفك جوالك في الحياة، في إشكالات، لو تفك جوالك تخش برنامج تطبيق سناب شات، في السناب الأمني تابع الوزارة، أو سناب وزارة الداخلية، السناب الثاني، شوف القضايا اللي تمسك، مخصص قضايا 24 ساعة. طيب ذولا من وين؟ مو غلط إنه مثلا تأخذ حالة من هذه الحالات؟ عندنا ما هو بغلط، كفكرة ما هو بغلط، ما احنا منزهين، ولو كنا برضه منزهين كان ما عندنا قانون، لأن ما محن في حاجة القانون إذا حمون الزهين، لذلك في جنة وفي نار وفي مخطي وفي على صواب، فهذا موجود. أي وأنت عندك هذه القناعة من البداية، يعني أول شيء قل لي أول ملحوظة سلبية قرأتها عن الفيلم كيف تلقيتها؟ يعني بصراحة تضايقت، واحد قاعد يهاوشك، يعني الواحد مو بجدر لحمود دم يحس أي والله تضايقت، وزين أمي ما تقرأ وتكتب كان بتضايق. اي في ممكن البعض كيف كذا ايش اي، وهو افهم قد يكون يعني غيرته على وطنه، اتفهم ذا الشيء، وكلنا نغار على وطننا ونبي له، نبي الخير له، ونبي نسلط الضوء على اشياء تضيف للوطن، بس برضه فيلم الهامور مو فيلم توعوي. هو قصة مو فيلم توعوي، نعم، من خيال الكاتب، في من خيالات من الكاتب. اي طيب لما انت اليوم تقول انه نحن في خطا وصواب وفي جنه ونار وفي كذا، اكتسبت هذه القناعه مع الوقت ولا من البدايه تعاملت مع الامور كذا؟ لا لا لا، هذه انا هذه عندي من اول، في صح وفي خطا، هذا من الاساس. يعني انا ممكن تقولين فهد ما عندك احد يعلمك او كذا، ممكن في اللي علمني، بس ما هو باللي التعليم
ورقة وقلم. لا أنا كنت بس في أشياء في أشياء في أشياء أنت من نفسك يعني كيف تربيت عليها كيف يعني أنا رابي مع رجال الله يرحمه بين إخواني واحد يعرف الصح من الغلط وفي وحتى لو أحد قدامك حتى لو أساء أو كذا كيف تمتص غضب الرجل أو الأنثى فهمتيني ومن حقهم حتى يعني وترى على فكرة قليل اللي انتقدوا في الهم صح الم... هو الأشياء الإيجابية أيوة في أفلام ثانية صراحة تعرضت لانتقادات سلبية أكثر نعم وحق لهم أنا أشوف أنا دائما أشوف الصمت هو أفضل رد الصمت خل الرجال شاف لأن أنا اليوم أخذت عملية وأخذت وقتي وفر مساحتي كلها وسويت يعني زي ما يقولوا أنه يعني أبدعت بطريقتي الرد على هذا الإبداع عادي خليه يأخذ مساحته بطريقته طبيعي أنا, أنا وياك الآن طالعين على الهواء صح ولا لا طالعين لمن للجمهور عادي الجمهور يسمع صوتك إيش ذا الخياس طفة أنا طالع عشانه هو ما عجبتني طيب حق مشروع له يعني وأنا مستمتع وإن أنا اللي يتقبلني من الجمهور أطلع وأتكلم معه عادي لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع برافو عليك خلاص تساعدت بعد كده طبعا الفيلم يعني ضل على الشباك فترة مرة طويلة أشهر طويلة وضل ضمن قوائم الأعلى مشاهدة أو الأفلام الأكثر إقبالا كمان فترة طويلة بعد كده دخل علينا رمضان في 2023 وخلاص طلعت الأفلام هذه كلها وبدأت رحلتكم من جديد مع المهرجان يعني خبر ترشيح الأوسكار بعدين بعدها مع المنصة وكل هذه النجاحات كل واحدة فيهم إيش كانت بالنسبة لك قديش عانت لك إيش غيرت فيك أول شيء اختياركم للأوسكار لأنكم كممثلين كمرشحين يعني ممثلين للسعودية في الترشيح المبدئي بالأوسكار اللي هو على جائزة أفضل فيلم دولي هذا كان من أهم الأشياء عندي أمارة طبعا أنا محيط بأشخاص ما لهم في المجال الفني تماما تقول للأوسكار أقول لك أنا ما أنا في الأوسكار ما يعرفه فأقول هذا كأس العالم حق الفن وإنه طالع يمثل السعودية وأنا ترى اللي كنت أمثل في الفيلم ذا شعور ما أدري كيف أوصفه بس اللي هو يس مرة كنت مبسوط فيه وترشيحنا في جوي أورد برضه نفس الشيء استمتعت فيه انبساط اللي حنا موسم الرياض اشرح طبعا كل ما اروح للوالد اشرح لها عند في كذا هناك في حفل في في جوائز وان شاء الله يعني اساس تدعي لي ما شاء الله ربي يخليها لك امين يا رب اي وبعدين جات المنصه كمان ونزل على المنصه المنصه وصار ايش كان من اول مره تبين الصد ردود فعل من تبين انصدمت ونزل المنصه ليه نزل ذا اليوم بعدها أقل من 48 ساعة أي. رقم واحد في السعودية أي. وقعد 16-17 يوم رقم واحد أي. في أفلام أجنبية كنت خايف منها بس لا مرة انبسط كمل شهر متصدر في القائمة في مرة انبسط الناس بدت جمهور ثاني بدوا يتفاعلون كان الفيلم يعرض لأول مرة لأول مرة ويوم جيتها حتى أسأل إيش اللي خلاني أنبسط أكثر على اللي فهمته أن ترى الفيلم ينزل على منصة وكان في سينما ونزل على منصة ما يكون بذاك علي أكبر اللي قد شفناه بس إيه فيأخذ له أنه ضجة كم يوم بعد كم يوم خلاص تهدى الأمور هذا لا الى الان الى اللحظه هذه انا اكلمك الى الان انا اكلمك هو متصدر في قائمه افضل الافلام طيب وهذا دليل انه لما دائما احنا نقول كصحفيين انه الفيلم لما يتصدر اول كم يوم ويكون في قوائم الاعلى مشاهده هذا لانه فيلم اثار الجدل بشكل او باخر اما بموضوعه بحاجه جوه الفيلم بعنصر ما لكن اذا ظل متصدر مش شرط المركز الاول انما ضمن قوائم الاعلى مشاهده لفتره مره طويله معناها الفيلم حلو فهو طول الوقت قاعد بيجيب مشاهدين وهذا الحمد اللي صار لله. مع الهام الحمد لله الحمد لله يعني قاعد وعلى فكرة ترى مو بس في السعودية حتى في الخليج تعرضتوا قبل ما تروح على منصة كنتوا أول فيلم سعودي يعرض في السينمات جماهيريا للناس في مصر نعم أي نعم. كيف أنت كنت موجود هناك في الحمد لله كنت فيه كيف كانت ردود الفعل بالنسبة للفنانين المصريين اللي أول مرة تلتقي فيهم مخرج كبير زي عمرو سلامة يكتب مقالة مرة حلوة عن الفيلم بعد العرض
كل هذه الأمور كيف تلقيتها برضو؟ كيف كانت بالنسبة لك عالم جديد، كمان عالم فني جديد تتعرف عليه؟ نعم، هي عالم من ثقافة مختلفة، ما هي بعيدة منا، بس اللي عرب برضو مرة انبسط. رجال مخرجين قامات فنية قاعدة تثني على عمل، على عمل وهي صادقة. شخص مجي كذا يعني مو قاعدة بتجاملك، انت حاسس انه صادقة. بينك وبينه قامات، بينك وبينه يقول لك واحد اثنين ثلاثة، احسنت احسنتين احسنتين احسنتين، ما وبعضهم ما تكلم في الميديا. طب ايش اكثر ملاحظة، هذا سؤال ابغى اجاوبه بصراحة. اتفضلي. اكثر ملاحظة جاتكم على الفيلم وما كانت مدح، كانت ملاحظة يعني ضد الكلام اللي يقال، يعني حاجة ما انت متوقعها وكذا، بس تحس هذه كانت صح، زي يعني اعطيني ملاحظة حسيت هذه كانت صح. أوكي، هذا ما في ما اللي انتقال على اللي هو انتم جراء ما يمثلنا، او هذا هو اكثر شيء اللي صراحه. لا بس تحس هذا هو الصح، انه جريء الفيلم قصدك؟ شوفي، هو في عندنا هنا هيئه الاعلام، هيئه تنظيم الاعلام، لا يمكن تسمح بشيء يطلع. انا عارفه بس قصدي انت ايش الملاحظه اللي جاتك على الفيلم وحسيت انه ايوه صح، هذه كان ممكن ناخذ فيها، او هذه يبغانا ننتبه لها المره الجايه، يعني ملاحظة حسيتها هذه صحيحة مش مجرد انتقاد وخلاص. أمانة ما يحضرني شيء، لا اللي هو كان على فكرة أنا أغلب الكومنت اللي بركز عليه شخص مشاهد جدا عادي يكتب يا فيلمك خايس يا فيلمك زين، أو بيعطيني ملاحظة في تمثيلي، ما أدري، هذول اللي أنا بركز فيهم لأن أنا نفس هذول. ممكن في ناس أكاديميين فنيين بيعطون انتقادات أو كذا، أمانة ما أدري هو على صح وعلى غلط، ما أدري صدق. بس ما في ملاحظة لفتت نظرك، حسيت إنه ما في ذاك إنه هذه لامستك؟ ما في شيء اللي في مرة. بس أنت تنتقد نفسك في مشاهد قلت لي قبل أنا زمان قلت لي في مشهد فلاني ما عجبتني، كل يوم أنتقد نفسي. أنا حتى بعد اللقاء بطلع من عندك أسمع لقائي معك أنتقد نفسي. لازم ما حنعتك من النسخة. لا أنا في ناس يسجلون برا. للأسف أقطع البث المباشر يا جماعة. طيب، توالي الانطباعات الإيجابية عن الفيلم من السينمات، بعدين بعد ترشيح للأوسكار، بعدين في المنصة، بعدين لما رحت الجوي أورد أكيد كمان بتقابل ناس وبتشوف، هذه توالي الانطباعات الإيجابية. يعني هل تيجي مرحلة تحس خلاص ما لها طعم من كثرة المدح؟ خلاص بصراحة كيف ما لها طعم؟ طول الوقت لها طعم. شخص يجيك يتعنى ويتكلم كيف ما اكيد لها طعم. طب ما تحسسك اوقات باحساس مختلف مو حلو، انه مثلا يعني انا اوقات مثلا اعمل برنامج مره حلو واسمع يعني اراء مره تجنن، مع كثره ما اسمع الاراء هذه اقوم اصير مقهوره وموجوع اني ابغى عمل جديد، ابغى برنامج جديد. اي ما يجيك هذا الاحساس انه مثل الفيلم الجاي يلا ابغى ابدا؟ انا افكر في التفكير ده من قبل لا ينعرض الفيلم. اخر يوم تصوير. من اخر يوم تصوير ايش اللي بعده؟ طب لما تجيك اراء حلوه تفكر؟ انا اقول لك من اخر يوم تصوير وانا اكتشفت ان انا احب الست لوكيشن التصوير هنا ارض المعركه بالنسبه لي واستمتع فيه اكثر، ماني مره شاطر في الامور الثانيه. صدق ما التصوير ممتع. باقي الامور اللي هو يلا ان شاء الله هذه ان شاء الله اللي كاتب لها بتصير فيه. فهمتي علي؟ من اخر يوم تصوير انا افكر ايش اللي بعده وبكثره، بس اني ما اتكلم صوت عالي للي حولي يقول يا رجال تعوذ من الشيطان تونا، نقول يا هادي انت تونا مخلصين. ايوه لسه لازم، هي رحله نجاح تاخذ وقت، يعني ممكن سنتين ثلاثه عادي، خاصه في البدايات. صح. خاصه في البدايه. انا اذكر فنانين كثير وحابب من الفنانين يعني مره معروفين اليوم هم نجوم صف اول مثلا في مصر او كذا، ما بين العمل الاول والثاني 4 سنوات 5 سنوات، بس بعدين لما يصيروا جدا جدا يعني وجوده مهم على الشباك يصير ممكن كل سنتين عمل، كل سنة ونص عمل كذا. وأحيانا إذا حظه كان حلو كل سنة عمل، بس هذه صعبة لأن عشان تطلع من عمل ناجح لعمل ناجح صعب تلاقي حاجة ترضى. لا هو مستحيل إنك تكون ناجح طول الوقت. لو طول الوقت ناجح في شيء غلط. أنا لا عمل يرضيك أنت حتى وأنت بتقرأ، وصعب تلاقي عمل يرضيك كل سنة، ما صعب أحس من بين عمل والثاني. توي جديد صراحة ما أدري هل هو صعب أو لا، ما أدري، بس نقول متفائل. لا أنا نقول متفائل صعب مرة. شكرا على البشارة الطيبة.
يلا هنطلع فاصل جديد ونرجع برضو مع ضيفنا بحلقتنا الاستثنائية والخاصة فهد القحطاني بطل فيلم الهامور حائل. خليك في الصورة مع سهى الوعل. عندي بس خلينا أول مرة ثانية أحب فيك عشان إذا في ناس انضمت لنا الآن. إحنا عندنا حلقة استثنائية وخاصة من برنامج خليك في الصورة، ضيفي فيها اليوم الفنان الجميل بطل فيلم الهامور فهد القحطاني. فهد أهلا وسهلا فيك من جديد. يا هلا مرة في عندي سؤال من الناس دائما عن علاقتك بخالد يسلم بالذات، لأنه خالد كمان عنده جمهور والناس تحبه مرة، وهو إنسان يعني ما يرفع عنه شيء، هو ماله في السوشيال ميديا وماله في الظهور الكثير، هو إنسان مرة متفرغ للفن ويقرأ نصوص وكذا، فيحبوا يعرفوا عنه أكثر ما يعرفوا حتى من أصدقائه. هل اليوم أنت تحولت لصديق مقرب من خالد؟ خالد أول شيء الله يمسيه بالخير. خالد أنا أكثر شيء أحبه فيه هو يوم تقولين هو في النصوص وكذا، من الرجال متعته على أرض المعركة اللي هي في اللوكيشن التصوير، فهذا اللي خلاني أحبه أكثر. ورجل صادق وكفو وجيد، ورجل بيقدم ما عنده للصناعة. أي صح. ويساعد. أقول لك يوم كنت أصور، وهذا أعتقد أنها من القلائل اللي تصير، كنت أصور فيلم الهامور. بعد هو ما يطلع ويدري هو إذا في عند باقي عند فهد مشاهد ثقيلة وكبيرة، يدق علي ها سويت كيف أموره. مع أنه اللي يراقب من بعيد يعتقد أنه لأنه خالد يسلم عمل بطولات، وأنه اليوم جاي هو يعمل دور مساند مع بطل مختلف وجديد وكذا، فأعتقد أنا كمشاهد ما عندي أي فكرة أنه أكيد خالد يسلم يعني حيغار حينقهر ما حيحب أنه ما هذا إذا كان شخص ركيك. أي خالد لأنه ركيك. ما يعرف أنه خالد كده شخص مهني مختلف. أي. بغض النظر عن المهنية، أنا ترى أتكلم دائما إنسانيا أكثر. رجل جبل، أشهد بالله أنا جبل يعني، ودعم وقاتل معي أقول لك تواصل معي. أي طيب أنه موجود عشان شوف إيش سويت في مشاهدك تبي شيء نابس شيء هو علي الشريف. أي أمان صدقا يعني علي الشريف اللي لعب دور مين؟ شخصية ركان. نعم أوكي. كان يلعب شخصية ركان، وكان هو المنتج عن الموسيقى المنتج الموسيقي في الفيلم. طبعا خالد أنا وجه له تحية ما شاء الله، يعني كمان هو صراحة يعني قدم أفضل أداء في الفيلم، مرة كان رائع من أول الفيلم لآخره، وخرج بدور عظيم. قال لي مرة عبد الإله القرشي أنه الريفرنس كان في شخصية السلي في فيلم الهامور هو عمرو واكد في فيلم يمكن الجزيرة أعتقد أو كذا، ماني متذكر الفيلم صح. إيش هو عمل أحلى يعني، هو اليوم خالد يسلم في دور الهامور يعني مرة سهل أنك تقول هو ريفرنس، هو مرجع، لو أي أحد حابب يعمل شخصية مشابهة يستخدم شخصية خالد يسلم في الفيلم، هو كان مرجع حقيقي يعني قدم أفضل أداء، فتحية كبيرة له. يعطيه العافية وفعلا كلامك صح. أزيد عليه ومو ما هي بدبلوماسية صدقا، كل ممثل سيلي ركان أبو عزة أبو وردة فاطمة خريب لبن وجيجي جيجي ما قصروا أدوا صح يعني. أنا كمشاهد أقدم مني ومو أنا اللي أجي أقيم خلق الله، لكن أنا كمشاهد استمتعت. برافو أمانة كمشاهد. برافو عليهم. أجواء التصوير من 0 ل 100 أجواء متعة، أجواء التصوير من 0 ل 100 متعة كم كانت؟ هي تعدت المتعة أصبحت للرضا. صدق للإيه؟ للرضا. الله إيه لا فعلا. أدق على عبد الإله أقول يا أخي نبي نشوف لنا فيلم نبي نصور. ما قد نمت، كنت أخلص تصوير بعد 12 ساعة لما أجي أعود البيت أبي أنام أرقد وأنا راضي على نفسي. صدق راضي أحس أني قاعد أسوي شيء الصح. يلا مرة كلامك مؤثر. لا صدق حلو أنا أعطيك الصدق اللي حاصل، فهمت علي؟ إن شاء الله يا رب أنه يعني أنه الفيلم الجاي يكون راضي أكثر وأكثر. يا نقول رب يا رب تستاهل. نقول يا رب يا رب. طيب أنا حاعطيك بريك شوي كذا تريح، نرجع مع بداية الساعة الثانية. ممتاز جدا زين حلو هذا، شفت المقطع حق الحلو زين. ليش فهد ما تعبناك؟ لا ما أدري بس جسني مدحك من أول من دلعك وكذا ما تعبناك. الله يستر يلا حنروح فاصل سريع نرجع مع بداية الساعة القادمة. خليك في الصورة
مع سهى الوعل. ورجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا الاستثنائية والخاصة اليوم مع بطل فيلم الهامور الفنان فهد القحطاني الفنان النجم. أنا مسرة. شكرا لك العافية. قولي مذيع النجمة إيش علمتك؟ أنا المذيع النجمة المتألقة. طيب قولي اليوم أنت ما أنت عندك سوشيال ميديا. نعم. عندك تويتر عندك إنستغرام عندك سناب. بس ما أشوفك تصور أي شيء عن حياتك الخاصة، تصور حاجات عادية. هل هذا قرار منك إنه يعني حتفصل تماما حياتك الخاصة عن الإعلام والسوشيال ميديا وكذا، أو لا تبغى إنه ممكن مع الوقت لو صار عندك قاعدة جماهيرية أكبر لو صار مطلوب منك هذا الشيء؟ شوفي أنا طلعت للناس كممثل وليس مؤثر من المؤثرين. أنا ممثل، ما أشوف إن ليش أصور أهلي اللي هو مجتمع اللي هو دائرتي الخاصة. أي ليه؟ أنا ممثل. أيوة. سوف تستمر على وجهة النظر. يعني اللي في 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 رأسي لي أنا على هذا الشيء. برافو عليك، أنا مع هذه وجهة النظر. إيه ممثل يعني مناقز ده ما خلاص. أنت ممثل، كن ممثل. بس أتفهم في ممثلين يصورون وكذا. يمكن سوء هواية، يحب السوشيال ميديا، يحبها. وعمل يستمتع. ولا بعضهم عمل. إعلانات، عنده شغل. في فترات اللي ما فيها تصوير ما فيها. أنا ما ماني مضطر إني موظف. أي. فش اسمه؟ ماني في. أيوه. بينما مثلاً بعضهم ما هم موظفين، سو يحتاج إنه يأمن دخل دائماً كل شهر. صح. برافو عليك. طيب إيش الحاجة اللي عنك تحب إنه الناس تعرفها الناس ما تعرفها؟ صدقين ما أدري. أنا بقول للناس حاجة أنا تفاجأت لما عرفتها إنه أنت من أهل جدة فعلًا. يعني أنت مش أصلًا من الجنوب أو من الرياض، كنت عايش كل حياتك، أنت كل حياتك عايشة في جدة أنت وعائلتك كاملة، صح؟ لا غير صحيح. غلط؟ إيه. صحيح لي. طيب. طبعًا أنا فهد علي عبد الرحمن القحطاني. أوكي. من الحراملة. الحراملة مستقرين في طريب هذه تابع منطقة عسير شرق خميس مشيط. أنا أصولي من هناك. سكنت في جدة، ولدت في جدة، عشت في جدة، كملت دراستي بعدين في الرياض. بعدين عودت على جدة. بعدين رحت للجنوب للديرة خذيت فترة، بعدين عودت. بس عمرك بحياتك في جدة، أنت مولود ومتربي ودارس في جدة. دارس صحيح يعني خلاص معلومتي صحيحة. لا أنت أوكي. وعائلتك هنا اخوانك ووالدتك وكذا الوالده موجوده. أي. يعني بيتكم الاساسي بجده. وانا كانت هذه بالنسبه لي مفاجاه انه انت عشان اساس اللهجه وكذا. لا بشكل عام انه ايوه اللهجه. ترى عندي 20 اخ ما شاء الله احنا مع بعض ما شاء الله لا قوة الا بالله. سو انت شكلها مع بعض سو ما تحتاج احد من برا وخلاص نفس اللهجه نفس الطباع نفس نعم. طيب كيف اخوانك مع موضوع دخولك للفن؟ عندك نيه كمان انك انت يمكن يوم ما تتفرغ تماما لموضوع التمثيل، فكيف يعني تعاطيهم مع الموضوع؟ في اللي معجبين باختيارك او في لا؟ في اللي معجب ومؤيد وفيه اللي لا ما هو بعاجب الوضع لكن انا معه، ما هو بعاجبني لكن انا معه. الوالده يعني ما هي مره 100% معي. أوكي. بس خوفا علي ان لا يصير، لان بالنسبه لنا المجال الفني منطقه مجهوله. ما ندري وش فاتفهم. زوجتي ضد الشيء بس انها داعمه لي، هي تسمعني الان. يعطيها العافيه ونوره، شكرا لها. نورة بنتك. نورة بنتك ما شاء الله. أخذنا معلومتين. أوكي. شكرا لها. نوجه لهم تحية طبعا، ربي يخليكم لبعض يا رب. ما هي مرة عاجبها التمثيل. أي. لأنه بيبعد الشخص عن أسرته لفترات. لكنها واقفة معي ورغم عملها. وزي ما أنت قلت هي منطقة مجهولة سو بالنسبة للجميع. ما تدري شو اللي توك فعلا. ففيه اللي كذا وفيه اللي وفيه اللي صار بيدخل في التمثيل. أيه؟ يعني شخصية أبو محمد هذا أخوي في المهام. هذه معلومة ثانية عرفناها. أخوي الصغير ما عمره مثل. اللي عمل دور أبو محمد اللي هو الشخص اللي هو متحفظ وبعدين طلع معاكم بس إنه هو أسافر وكذا. ماخذ الدين ستار. فأبو محمد هذا أخوي الصغير. برافو. مرة القحطاني نعم. بده يكمل في موضوع التمثيل. ومرة هو في البداية جاي يبي يدخل كذا. بس فضول. اللي أبي أشوف نفسي على الشاشة.
الان يسني يقول ها في افلام في شيء بس هو ما له علاقه بالوسط ما يشوف ناس ما لاني ما شفت حسابات في السعوديه ولا ولا لا في الكلام ذا كله ابي امثل في مره حب الموضوع عندي واحد ثاني من اخواني ان شاء الله راح ينزل الملاعب قريبا نقول يا رب حلو طيب قل لي الفتره الجايه بس خليني قبل ما اروح للفتره الجايه خليها للفقره الجايه بسالك عن اليوم يعني الاصعب شيء على الانسان في مجالي الفن والاعلام انه يبدا من فوق يعني يبدا من القمه او من حاجه بطوله انت سويت بطوله فبعد كده تصير خياراتك غصبا عنك محدوده ما تصير قادر انك انت تاخذ ادوار صغيره ادوار ثانويه او ممكن يعني في حالات مره معينه حترضى توافق قديش صح كلامي شوفي انا اصلا في البدايه ما بديت من الهامور عملت فندق الأقدار بس كان مسلسل بس هذا بس وشاركت في فيلم تشيلو المكتبة مع المستشار تركي آل الشيخ كلها دور جدا صغيرة وعلى طول الهامور على طول الهامور حصل الهامور صح وأنا الآن ذا الحين سويت الهامور مع الأستاذ عبدالله القرشي صار مو بأنه دور بطولة ثاني أنا كنت في أداء لدى ذا كل اللي انت شفتوه تحسبونه من فهد لا مهم من فهد لو كان مع مخرج ثاني ما راح أكون نفس الشيء صدقيني المخرج هو يعني هو الفنان هو اللي لا كذا يعني عبد الله كان يقول لي أشياء اللي يقول هذا هذا صاحي ويوم جيت أشوف الفيلم جلس أطالع فيه وابتسم اللي فصرت اللي هو لازم أكون حذر أنا بشتغل مع من النص. بس ما عندك انه الظرف او النجاح هذا يخلي انه عندك اشتراط غصبا عنك للادوار اللي تقبلها حجم الدور حجم اذا ترى بعضها ممكن تخش لك في عمل انت بطل فيه والعمل قفل وورم كثير يسووا هذا الشيء المهم انه بطوله كثير يسووا كذا بس اللي هو لازم اخش في عمل يضيف لي شيء انا توي بادي وابي اللي يضيف لي فهمتيني ايوه وسالفه بطل او غير بطل صدقيني أي شخص يدخل في أي فيلم أو مسلسل هو بطل قصته بطل شخصيته برافو عليك صح فهمت صح. علي صح. هذا هو صح طيب يلا حنطلع فاصل سريع ونرجع كذا تواصلكم قاعدين أوكي خلاص حنطول المرة الجاية الفاصل الجاي هذا 17 دقيقة القصد لله اللينك حنطلع فاصل دقيقتين 17 دقيقة حوار ممتاز جدا ممتاز جدا جدا ممتاز. يلا روح فاصل سريع ونرجع خليك في الصورة مع سهى الوعل ورجعنا لكم من جديد بحلقتنا الاستثنائية والخاصة من برنامج خليك في الصورة مع ضيفي بطل فيلم الهامور فهد القحطاني فهد أهلا وسهلا فيك من جديد قل لي الآن طبعا أنت في مرحلة جديدة يعني بعد النجاح اللي حققه الهامور أكيد أنت اليوم عندك خطة لنفسك ولا ما في خطة بس قاعد بتقرأ وتقرر الخطة أني أسوي أعمال ممتازة لا تقل مثلا تفكر تروح منصات تلفزيون مسلسلات أو لا بدك أفلام وسينما ما هو بغلط أني يكون عندي مشاركات في التلفزيون في المسلسلات بالعكس بس اللي هو أكثر تركيزي بيكون اللي هو أنت إيش تختار إيش اللي ينفع لك تختار الواحد يكون ذكي في اختياراته لأن مو باللي تدخل ما بيفوتني شيء هذا غلط في أشياء تنفع لك في أشياء ما تنفع لك أنا كفهد خاصة كبدايات يعني الواحد يبدأ يأخذ الأدوار اللي هو يدري أنه بيسوي فيها شيء أي بس لأنه في فنانين يعني من يعني زي خالد مثلا يسلم زي فاطمة البنوي زي براء في كثير من ممثلين في السينما أعتقد أنه يعني أنا ما أشوفهم في التلفزيون أبدا أعتقد عندهم قرار مع نفسهم أنه ما بدي أعمل تلفزيون الآن والله أبغى السينما يمكن لأنه ما بشوفهم يعني يطلع في مسلسل خالد يسلم لا خالد يسلم أشوفها في التلفزيون كان مسلسل في رمضان أيوة أيوة بس عارفة يعني ما عنده أنه مثلا أنه حرص أنه مثلا يعمل مسلسلات زي مثلا في شباب اليوم لا يحبوا أنهم يكونوا موجودين سينما زي إبراهيم الحجاج موجود في السينما موجود في الدراما ونفس الشيء فنانين ثانيين بس لا في فنانين اهتمامهم الأكبر على السينما قد تأتي ضربة حظ كده أو مسلسل ما يتفوت فيعمله في التلفزيون بس تحسه ما هو أولوية أولى عنده ولا من ضمن خطته فهل هذا الشيء ينطبق عليك ولا لا لا التمثيل واحد أنت في مسلسل أو سينما المهم أنت بتعمل مع من إيش النص إيش المخرج عن نفسي يعني
طيب أو كمان خطط إنه مثلاً كم عمل في السنة في بالك؟ باقي بدري. ترى تونا بادين. نعم ما لي إلا سنتين بس من اللي أسمع وأشوف وأبحث تونا بادين يعني. أنا زين إذا زينت كل سنتين فيلم، أنا دخلت في فيلم وكل ثلاث سنين. كعمل جيد. متى مستعجل يعني؟ لا أنا مستعجل جدا. هتقبل كل شيء نعرض عليك؟ لا بس أنا مستعجل. أو عندك اشتراكات؟ تعرفين في شيء اسمه محلك راوح. اللي أنت جالس تخبط رجليك في محلك تنتظر الفرصة ولا باقي يعني أتوقع ثلاث سنين بتصير الإنتاجات أكثر بتزيد. أعتقد يعني 2023 كم كان في فيلم سعودي؟ يعني بس كان عندنا في مهرجان أفلام السعودية 8 أفلام بس في مهرجان وفي مهرجان البحر الأحمر وفي السينمات كان عندنا تقريبا 6-7 أفلام انعرضت. يعني تكلم عن 15 فيلم في السنة؟ لا ما بين كذا وكذا 10 أفلام. أيوة ممكن 22 كان في الرقم ذا ولا لا؟ لا 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 طيب وهذه السنة إحنا الآن ما خلصنا يناير 5 أفلام ممكن صار عندنا في ما بين المنصات والسينما مؤشر طيب. وإن شاء الله تزيد الإنتاجات وإن شاء الله تشوفيني أكثر أنت والمستمعين يعني سو انت تقصد انه انت ما عندك خطة انه انا مثلا كم عمل ابغى في السنة ابغى تلفزيون او سينما انت عندك تنتظر مثلا فكرة يمي بكم انا ما اشوف انها بكم ايش العمل الصح اللي انت تدخل فيه انت ممكن تدخل 10 أعمال في السنة بس كلها خياس اي لانه تصير هذه الغلطة مع بعض الفنانين الجدد انه مثلا يعمل فيلم يضرب او مسلسل فيقوم يصير يقبل كل شيء ينعرض عليه وتصير هذه مع فنانين ويحرق نفسه بسرعة. بقول لك شغلة انا ماني موكل عنهم بس تحليلي انا في ممثلين مصدر دخل التمثيل هم ما اشتغل بيرقد في الشارع فهو لا يشتغل العمل زين او شين لازم يشتغل. قلت لك انا الله انعمني واكرمني اني انا موظف اي نعم ان الوظيفة بدت تعرقلني نوعا ما لكني قاعد أحاول أوزن الأمور فأنا ماني مضطر أي عمل لازم أنجز له لا أنا بشتغل ده لا الواحد يهدأ ويشوف التريث برافو عليك برافو عليك صح برافو مين في ناس اليوم تشوف أنت أنا أعرف أنه أكيد ده بما أنه أنت يعني عملت فيلم والفيلم ضرب أنه بيصير مع كل فنان بعد تجربة مماثلة يصير يتفرج كل شيء كل شيء يصير يبغى ياخذ فكرة عن كل أحد فاليوم أنت عندك هذا المخزون تغير يعني زاد وشفت مخزون المشاهدة والمعرفة فمين في ناس شفت لهم أشياء أثرت فضولك تبغى تشتغل معهم تتمنى تجمعك فيهم الفرصة أيوة مخرجين ممثلين لو قلت لي لا تعتقدين الإجابة بتكون دبلوماسية لأن أبي أشتغل مع جميع المخرجين لمخرجيننا شوي فبيشتغل معهم كلهم أي فهمتي مو باللي كل لا صدق هم شوي سواء فارس قدس محمد مكي علي الكلثمي عبد العزيز الشلاحي طبعا أستاذ عبد الله القرشي أتمنى يا رب أني أعمل مع ثاني وثالث وعاشر وألف مرة جيت لنا مدرسة ولا قصور فيهم أيوة طبعا من حقك عرفتي ووجهكم كان حلو على بعض أيوة من حقك ودي أشتغل مع جميع المخرجين أعمل مع جميع الكتاب مع جميع الممثلين الممثلات عددنا مو بواجد مرة تبي مع الكل تعمل تبي تستفيد من ذا شيء تعلم من ذا شغلة طب إيش في دور خلال الفترة الماضية بما أنه كانت أفلام مرة كثيرة انعملت في دور حسيت أنه ياريتني كنت أنا كنت أنا؟ لا يعني مو انه قلت انه ليش مو انا اللي في الدور بس يعني حسيت انه واو هذا دور حلو كنت ممكن انا اعمله في ناقة في فيلم مندوب الليل في كمان هجان في احلام العصر شفتها في المهرجان كده هذه الافلام ايوه في كثير افلام يعني الفترة اللي فاتت شفناها السعودية ايش في دور حسيت انه راس براس كمان الفترة الماضية سطار ملك الحلبة كثير أفلام أي. طيب شفتها كلها استمتعت فيها كمشاهد بس أني أنا أجي أمثل الدور صدقيني اللي أدوه بيكونون أفضل مني اللي خلاص أن أنا أرسم مثلا لو بنقول مندوب الليل محمد الدوخي مرة بسم الله ما شاء الله عليه صح لا يمكن أشوف إلا محمد الدوخي لا فهد ولا غير محمد الدوخي اللي قدامي فقط
صح. عرفت علي إيه. منذ بالليل مرة ارتبط أصلا بصورة محمد الدوخي صراحة. ما تقدر أيوة ما تقدر تطلعها من ذهنك صح أو تتخيل غيرها صح. وما شاء الله يعني قاعدين أشوف مبيعات وشغالين بسم الله ما شاء الله عليهم والله يزيدهم يعني يا رب. طيب إيش في شخصية نفسك تقدمها تحس إنه هذه الشخصية مرة نفسيجي كاتب شاطر يكتب أشوفي أنا مع القصص الواقعية جدا ومرتبط فيها لأنها قصص من عندنا إحنا نبي نروح للعالمية ما نبي نروح لابسين كرافتات نبي نروح لابسين ثيابنا وواحد شماغة على راسه ورايحين من هذه هويتنا في نبو من قصصنا وفي عندنا لو ما عندنا أقول لك ما إحنا تاريخ من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب صح في 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 قصص في أشياء جدا كثيرة عرفتي ف أي قصة واقعية نفسي يكون لو جزء بسيط فيها فتبغى قصص واقعية قصص واقعية تعجبني القصص الشخصيات اللي هو كان كذا هو كان كذا بس صارت الدنيا ما أدري كيف يعني اللي عندها نقلة في حياتها اللي صار عندها سويتش في قصتها أو كان بطل كان شيء وصار شيء ثاني أي أيوة الظروف اللي أيوة 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 عرفتي علي أيوة. في قصة عمل فكرة قصة حقيقية صارت حقيقية أتمنى بمنى عيني إني أنا أجسد الشخصية اللي إن شاء الله يا رب ممكن تعمل كوميديا ما أدري أحس دمي ثقيل صراحة صدق والله لا ماني ليش يبغالك مخرج شاطر هو هذا أيوة. بلا شك بس أيوة. ما أحس ماني مرة شاطر في الكوميديا صدق يعني عندنا شباب مستمتع فيهم نتفرج عليهم خلنا زي إبراهيم مثلا إبراهيم الحجاج هو أصلا كوميدي لما تجلس معه عبد العزيز الشهري أيوه شو اسمه من في اللي أنا الثاني ذاك أخو وليد الفراج شو اسمه خالد الفراج خالد الفراج أيوه وفي واحد الرهيدي ما أدري عبد المجيد الرهيدي إيه. أي فزياد العمري ما شاء الله عليك كوميديا اللي هم يسوونها تعجبني يعني أقعد وأنا يمكن تطلع منك كوميديا تعرف إيش بشخصيتك بكاركترك الحقيقي اللي هو فهد يعني الجاد هذا شكرا. لما يأتي ردود فعل على أشياء مثلا تصير حوله ويصير إحنا كجمهور نتلقاها وإحنا نضحك ممكن كذا أتنكتب شخصية من هذا إنه حتكون مرة حلوة بس هذا بيكون شغل الكاتب والمخرج أكثر أيوة مو شغل بالضبط. الممثل أيوة. فأعتقد إيه لأنه مثلا يعني في فنانين يعني ما تتخيلهم يعملوا كوميديا مثلا زي أحمد زكي أو أحمد عز أو كذا كانوا في بداياتهم ما تتخيل أبدا إنه يطلع منه كوميديا بس كان يمثل في ما يعمل هو كوميديا بس هو يمثل في عمل ردود أفعاله تعمل لك يعني تصير تضحك تعمل ردود فعل مختلفة لأنه هو كاركتره في هذه الظروف مع هذه الشخصيات اللي حوله قاعد بيطلع مواقف أيوة تضحك أيوة فهمت فممكن كذا ممكن أي ممكن وبالعكس نفسي أسوي يعني إذا بالكوميديا اللي تقولينها نفسي أسوي شيء زي كذا أمانة حتى وإن كان مسلسل أي إن شاء الله يا رب نقول يا رب إن شاء الله طيب يلا حنطلع كمان فاصل إحنا بقينا فقرتين أصلا نطلع فاصل سريع ونرجع خليك في الصورة مع سهى الوعل خليني أروح معاك لموضوع بما أنه الشباب هنا معانا يحابين أنه أنت تتكلم عنه موضوع جوي أورد وأنه أنت كنت في ترشيحات أفضل ممثل بس ما وصلت للنهائيات والفيلم الهامور كان ضمن ترشيحات أفضل فيلم وصل للنهائيات بس ما فاز كيف يعني تلقيت الموضوع أول شيء طبعا أكيد أسألك عن لما ترشحت وبعدين لما ما أخذت الجائزة كيف كان إحساسك؟ شوفي كوني أترشح تخش التطبيق صورتك وجنبك الفنان كريم عبد العزيز أنا كذا أنا فزت أي صح أنا العام أبي أوصل نفسي بس أدخل الحفل جوي نفسي بس أدخل فيه فما بالك أنت تدخل اليوم دخلته وأنت عندك فيلم مترشح للنهائي القائمة القصير دقيقة بس أنا أقول حاجة أنت أصلا في عرض فيلمك ومبدأ في يناير الماضي سو إحنا بنتكلم عن ظرف زمن سنة واحدة وأذكر ما بين حلمك أنك تروح جوي أورد ما بين أنك اليوم مرشح أكثر من فئة عبد الله أستاذ عبد الله القرشي راح وحضر العام الماضي كنت أقول إن شاء الله إني لا أروح
مرة كان نفسي أحضر، أنا أحضر بس اللي أجي أشوف الحفل، تشوف النجوم، تشوف الناس، تكتسب منهم، تتعلم منهم شيء. فأنا بالنسبة لي أنا فائز حتى لو ما في جائزة. أنا دخلت، فما بالك أني داخل عندي فيلم مترشح، هذا بالنسبة لي فوز. يوم أعلن الفائز مو في فيلم سطر مو بالهامور، ما تضايقت، اللي هو انهزمت، لأن أنا حاس اللي أنا راضي باللي هنا واصل. حزت في خاطري قلت يا ليت الحين فزنا. إلين عودت الجدة، رحت تقهوى، وأنا تقهوى عند أمي عرفت من خاطر منها زعلانة. هنا انغبنت، قلت لها إن شاء الله بذل اللي ما تنام عينها نيجي اليوم اللي أجيب لس الطير الأصفر ذا وأجيبه لس. أي يا رب إن شاء الله قريب، يا رب إن شاء الله السنة الجاية، يا رب إن شاء الله. مرة أنت إنسان يعني يا رب. شوف الفن دائما أنا أقول للفنانين والناس اللي يشتغلوا خاصة بالسينما، هم كذا، هم ناس يعني إحساسهم مرة عالي، إنسانيتهم عالية، بس الجمهور صراحة ما يعرف. عشان كذا أنتم مثلا لو واحد قدم لكم انتقاد وشفناكم زعلانين، الناس مو فاهمة إنه هذول الناس قديش حساسين، عشان كذا يزعلوا، يعتقدوهم عاديين، مو زينا، مو عاديين، هم حساسيتهم أعلى. ما هو ما نبتسمعين أكثر 100%. لا بالعكس، أنا أشوف ممثلس إنه مثل اللي برا، اللي حتى اللي برا لو قلت له كلمة بيتضايق. أي بس أنا أحس السينمائيين بالذات، وسط السينمائيين بالذات مختلف حتى عن المسرحيين. مرة يعني حتى الدعم اللي نشوف يدعموه لبعض لما يكون في مشكلة أحد فيهم، وشو نشوف كيف يدعموا بعض، ترى هذا حقيقي، مو تمثيل ولا حملة قاعدين بيعملوها، عشان هم فعلا كذا حاسين ببعض جدا. مو بغلط الواحد يفزع مع خوية، مو بغلط يعني. أيوه يعني الجانب العاطفي عندكم جدا عالي، وهذا شيء مرة حلو. ما بين السينمائيين مرة حلو، أنا ألمس هذا الشيء مرة في مهرجان أفلام السعودية، لأنه كل السينمائيين شباب، ما بين ممثلين وكتاب ومخرجين وكل المهن السينمائية، فأشوفهم فأستشعر هذا الشيء طوال الوقت. واللي عزز برضه من ذا الشيء، تروح المهرجانات زي مهرجان الشرقية ومهرجان اللي يحصل في جدة أو مثلا في جوي، فيه جنسيات مختلفة من جميع العالم، فتحس أنك أنتوا السعوديين عيال عم. في اللي هو التحامى عندنا، زين النفاذ. أنا صراحة كريم سيد عبد الكريم عبد العزيز جدا أحبه ويعجبني كممثل، بس ما ودي إنه هو اللي فاز بأفضل ممثل صراحة. كان ودي كلهم سعوديين اللي صدق كجمهور يعني كمحب. أيوة لا نفسي كان عبد العزيز الشهري اللي ياخذ. نوجه له تحية طبعا، أنا عندي مفاجأة مع عبد العزيز الشهري بس ما بقولها. طيب ننتظرها. طيب قل لي على موضوع الجوي أورد، مين أكثر أحد كنت تحلم تشوفه وتتصور معاه وشفته وتصورت معاه في جوي أورد؟ أبو ناصر مع المستشار تركي الشيخ. رجل هذا صدق، ما هو رجل. أنا قابلته في كنا نصور فيلم تشيلو، كنت بدور عندي مشهدين، هذا اللي أقول لك يا صدق يعني. جيت ودخلت في ناس من خواجات ومن قامات فنية، أنا المتوقع اللي هو أنت فهد عندك مشهدين، عذرك على شحمه وخلك واسكت. لا، ما عاملني كذا، عاملني أنت نجم وأنت ولدنا، ولا نقص. رغم أن في أعمال اللي قدر واحد دوره صغير ما بيتعامل مثل معاملة مثلا البطل. لا، أنا ما عاملني كذا، وحسيت اللي هو صدق، أقولها وأنا صادق، فيه رجال معك. وأي شيء تبيه، أي شيء ناقصكم، رجل فيه حمية صدقا، مو في ممكن بعض يقول إنه يجامل أو لا لا، رجال فيه حمية. حبيته وأحس إنه يشبهنا مثلنا. طب من الفنانين مين أحد شفته وكنت مبسوط شفته؟ اللي كريم عبد العزيز اتصورت معها؟ لا للأسف. لا، بس اللي هو إني شفت الرجال ذا على أرض الواقع عرفت مرة. يلا باقي لنا فقرة واحدة، حنطلع فاصل سريع نرجع مع ضيف حلقة اليوم النجم الجميل فهد القحطاني. خليك في الصورة مع سهى الوعل. كثير معانا ناس على السمع في حلقتنا المميزة والاستثنائية اليوم، والخاصة مع بطل فيلم الهامور حاعين الفنان الجميل فهد القحطاني.
فهد مرة استمتعنا معك والاستماعات، شايف انت ردود الفعل كيف والناس كيف بترسل، فقدمنا حلقة اعتقد انها حتكون مرجع لاي احد يبغى يعرف عنك معلومات ويتعرف عليك اكثر، لانك كنت اليوم مرة يعني منفتح، اعتقد لاول مرة تتكلم كذا عن نفسك. ايوه يعني انا مرة مبسوطة انه قدرنا نشوف هذا الجانب منك، فشكرا لك. انت شكرا لكم على اللقاء، حقيقة استمتعت، وانت مذيعة شاطرة، يعطيك العافية ويعطيهم العافية الموجودين كلهم، حقيقي شكرا لكم. واللي باقي ما شاف فيلم الهمر لازم يشوفه، موجود هو طبعا على نتفليكس، على منصة نتفليكس. واليوم ذكرى على فكرة اليوم ذكرى البيع لخادم الحرمين الشريفين، عسى الله يطول عمره الملك سلمان يا رب، ويمد في عمره ويطولنا في عمر سمو ولي العهد محمد بن سلمان. وشكرا لكم على كل شيء. شكرا لك. طب قل لي ايش توعد الناس اليوم اللي على السمع اللي تعرفت عليك اليوم اكثر الفتره الجايه، توعدهم بايش؟ مو شرط باعمال، انما باشياء، بقرارات، بحاجه في بالك، قل لي ايش تحب تقول لهم حاجه. يعني ان شاء الله دائما اكون تحسن ظنكم، يعني نقول ان شاء الله هذا اللي اوعدهم بايش، ايش ناقص عليهم، شنو اوعدهم به؟ تعودهم بأنك تختار أدوار منهم وفيهم غير الأعمال ولا إيه مع الأعمال. أنا من الناس على فكرة، أنا من الناس ومن المدارس الحكومية وراضي مع الناس وسأبقى مع الناس وسوف أموت مع الناس، فأكيد أنها راح تكون أدوار طولت العمر لك، يعني الأدوار اللي هي قريبة من الناس وهم الآراء الأهم بالنسبة لي أنا يا فهد. برافو عليك، أنا أشكرك مرة مرة مرة، أسعدتنا اليوم ولبيت دعوتي، دعوة الشباب اللي معانا بالاستديو اليوم، شكرا لهم وفالكم التوفيق. عندنا مجموعة كذا من الشباب شاركوا في الإعداد اليوم وموجودين معانا من بداية الحلقة، مبسوطين وصوروا فهد وتصوروا معاه برافو عليهم، صنعت يومهم صراحة، يعني يعطيهم العافية لهم جو، شكرا لكم. شكرا لك أنت كمان. أنا بس بدي أذكر المستمعين قبل ما نختم بعيادات سابا، طبعا عيادات سابا مقدمين لكم باقة التحاليل بقيمة 1000 ريال، هم طبعا عيادات عندها خدمات رعاية موثوقة ومريحة لكل أفراد الأسرة، عندهم 5 فروع في جدة في البوادي والصفا والمروة والسليمانية وأم السلم، عندهم كمان خدمة رعاية منزلية تجيكم في أي مكان، وطبعا متوفرة كل التخصصات الطبية، هذه الرعاية المنزلية تجيكم في جدة في أقل من ساعتين. إذا تحبوا تحصلوا على باقة التحاليل بقيمة 1000 ريال من عندهم، أدخلوا على حسابهم في الانستغرام، منشنوا صديق وعملوا لهم فولو، وحيصير سحب كل يوم 2، الرقم الموحد لهم 9200084 70. ولا تفوتوا عروض آسيا الصغرى، نحن مقدمين لكم كمان تيكتس عشان تروحوا آسيا الصغرى وتستمتعوا. طبعا آسيا الصغرى هي ثقافات آسيا الشرقية والغربية، 9 مناطق اللي هي تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، الصين وسنغافورة. عروض، فعاليات، كمان عروض موسيقية، عروض متجولة، تقدروا تستمتعوا بمشاهدة الفيلة عن قرب، اللعب، التصوير معاها، ومناطق ومطاعم ومأكولات الشارع الآسيوية، كمان حتشوفوا حرف يدوية وأدوية ومحلات ملابس ومجوهرات وكل أنواع الفعاليات اللي ما تخلص. موجودين طوال أيام الأسبوع ابتداء من 5 مساء ل 12 بالليل، وفي نهاية الأسبوع في الويكند حيكونوا موجودين من 4 مساء لغاية 1 بعد منتصف الليل. آسيا الصغرى مستمرين لغاية 3 فبراير، فاللي ما راح ليفوت الفرصة. سؤالي عنهم، أول شيء بدي أذكركم موقعهم هو في طريق الملك مكان السيتي ووك سابقا، أبغى أسألكم عن موعد الافتتاح في الويكند، إيش هو من كم لكم في الويكند آسيا الصغرى؟ أرسلوا جواب واسمكم الثنائي، وطبعا لازم تكونوا من جدة أو حتقدموا الجائزة لأحد ساكن في جدة، تذاكر طبعا هتحصلوا على تذاكر تزوروا بيها آسيا الصغرى وتستمتعوا بالتجربة، على رقمنا، رقم الواتساب 0556689001 0556689001. بكذا وصلنا لآخر حلقتنا، شكرا لكل أحد كان معنا على السمع، شكرا للشباب اللي شاركوني اليوم بحضورهم وأسئلتهم كمان في حلقة اليوم، وشكرا لمشاري الحربي اللي كان معي من الإخراج،
ولضيفي النجم الواعد والفنان الجميل فهد القحطاني بطل فيلم الهام ورحى عيني اللي كان منورنا مباشرة من الاستوديو. وانتظروا الحلقة إن شاء الله قريبا صوت وصورة على حسابات ألف ألف FM. كنت معكم طوال هذه الساعتين سهى الوعل. باي باي.